تعاونك مع اداره النادي الاهلي شكله ازاي، وتعاونك مع رئيس مجلس اداره الاهلي كابتن محمود الخطيب نجم كبيره، وخاصه انه كان لاعب كبير جدا وواحد من اهم اللعيبه وافضل لاعب في افريقيا ولاعب مميز جدا، هل بتتكلم معاه كتير ولا الامور بتبقى مختصه بالجانب الفني، وعلاقتك بالكابتن الخطيب ايه؟ عندنا يعني علاقات جيده جدا، علاقات حميمه. الى لا غراندور دو نو ريسبكتي او نيفو دو ستاف تكنيك. هو طبعا هو لعيب كبير، هو بيقدرنا يعني وبيحترم خصوصيتنا وما بيدخلش في شغلنا. طبعا قدره كبير جدا، طبعا حاجه كبيره جدا وكلنا عارفين قدره كجهاز فني. وطبعا من حقه يعمل تعليقات على ادائنا، لكن هو لكن هو طبعا عنده من الكرم انه بيسيبنا نطلع كل اللي عندنا، ما بيدخلش في شغلنا حتى لو ساعات النتائج مش مرضيه قوي بالنسبه له. هو طبعا وجوده بقى ايجابي جدا بالنسبه لنا، وبيكون معانا دايما في الاوقات الصعبه، بيكون جنبنا في ماتش في مباراه صعبه او زي في ماتش في الترجي التونسي كان موجود معانا، وبشكره لتواجده الدائم معانا ومساندته الدائمه لينا. جه معانا قبل اول مباراه لينا قدام تاون شيب اللي كانت هنا عندنا في مصر، وقال كلمه كانت فعلا كلمه كان ليها حافز كبير للاعبين واثرت عليهم بشكل ايجابي. simplement mon arrivée qui a stimulé les joueurs, c'est vraiment son discours. وصوله يعني انا يعني وصوله لمقر اللعيبه وكلامه معايا كان ليها مفعول السحر. Et qui met vraiment son image au service de son club. On sent qu'il aime le club. On sent que toutes ses pensées sont pour permettre au club de faire tout ce qu'il a pour que le club grandisse et encore une fois, je remercie vraiment de sa clémence et de la façon dont il respecte. Parce qu'il a un grand respect et un grand respect pour le technique et le technique. أكيد اتكلمنا في تفاصيل كتير في الفريق في هذا التوقيت، لكن رسائل كتيرة جدا جايه لي على موقع القناة، ولكن أطرح عليك السؤال بشكل مختلف.